الحمد لله رب العالمين، تفضل علينا بنعم كثيرة ودفع عنا نقما عديدة، وأشهد أن لا إله إلا هو أمرنا بعبادته وجعل توحيده في ذلك طريق النجاة دنيا وآخرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله دل الأمة على ما فيه خيرها وصلاح أحوالها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فلا زال سياق سورة الرعد في الاستدلال بالآيات الكونية وتوحيد الربوبية على وجوب إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغيره سبحانه وتعالى. فلعلنا نقرأ آيات فيها استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وفيها بيان حال الموحدين والطريقة التي يسيرون عليها في الدنيا والعاقبة التي تكون لهم في الآخرة. ولذا نقرأ آيات كريمات من هذه السورة تدل على هذه المعاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب،
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار يتوجه السؤال إلى أولئك المشركين الذين صرفوا شيئا من عباداتهم لغير الله سواء صرفوها للأصنام كما هو حال أهل مكة أو صرفوها للأحجار أو للحيوانات أو للسماوات أو للأراضين أو للأولياء أو للأنبياء أو للملائكة ما هو السؤال؟ من الخالق؟ من الذي خلق السماوات والأرض؟ ومن الذي يدبر شأن السماوات والأرض؟ فيربها ويتولاها بتصريفه ونعمه من رب السماوات والأرض؟ فالجواب الذي لا مرية فيه والذي يقر به هؤلاء المشركون أن يقولوا الله هو رب السماوات والأرض وهو خالقهما وحينئذ يتوجه السؤال إذا كان الله هو الخالق فلماذا تسوون غيره به ولما لا تفردونه بالعبادة كمن فرد بالخلق سبحانه وتعالى فهذا سؤال عظيم يتوجه لهؤلاء المشركين فأنتم تقرون بأن الله جل وعلا هو المتولي لكل شيء وهو سبحانه الذي لا يدخل معه أحد في تصريف هذا الكون ومن ثم فكيف تتخذون من دونه آلهة تصرفون لها حق الله في العبادة ولذا كان هذا من أعظم الحجج العقلية التي تدلك على بطلان حال هؤلاء المشركين ولذا قال قل أفاتخذتم من دونه أولياء أي كيف تجعلون من دون الله لكم من تتولونهم وتصرفون لهم عباداتكم ويدلك على بطلان حالهم أن من اتخذوه وليا لا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ولا ضرا فإذا كان ذلك مع نفسه فكيف يتصور أن ينفع غيره أو يضر ولذا قال لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وإذا نظرت إلى هؤلاء الذين يتوجهون بالعبادة لغير الله تجدهم
يخضعون لهذه المعبودات ويذلون لها ويتوجهون لها بالدعاء والسؤال، يطلبونها حوائجهم ويطلبون منها أن تمدهم بأنواع القوى. فإذا قيل لهم تأملوا، هذه المعبودات لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فكيف تنفع غيرها؟ فإذن عندنا ما يتعلق بالاستدلال بالخلق، فالخالق هو المستحق للعبادة، وما يتعلق بالربوبية والتصرف، فالمتصرف في الكون هو المستحق للعبادة، ثم هذا النافع الضار هو المستحق للعبادة والدعاء دون من سواه. فحينئذ يتوجه السؤال، إذا كان الأمر كذلك فانظروا للفرق بين هذه المعبودات وبين الله جل وعلا، فإن الفرق بينهما شاسع. وكما ترون في أمور دنياكم أشياء يوجد بينها فرق عظيم، كالأعمى والبصير بينهما فرق كبير، فهل يصح أن يسوى بينهما؟ فالله جل وعلا أعلى وأجل من أن يسوى بأحد من خلقه. ومن اهتدى للصراط المستقيم وأفرد الله بالعبادة فهو بمثابة البصير الذي يشاهد ويرى ما حوله ويهتدي للسبيل، بخلاف من تولى غير الله وصرف عبادته لغير الله ودعا غير الله، فإنه بمثابة الأعمى لا يبصر طريقه. وكما تدركون الفرق بين الظلمات والنور، فالمكان المظلم موحش مقفر يخشى الإنسان من الدخول فيه، بخلاف المكان المنير الذي يتمكن الإنسان فيه من رؤية أطرافه وإدراك أجزائه، فإنه يدخل فيه بقلب قوي شجاع. فهكذا مثل الفرق بين هذه المعبودات والرب جل وعلا، ومن تولى الله فهو بمثابة النور ومن يسير في النور، بخلاف من تولى هذه المعبودات فكأنه يسير في الظلمات لا يهتدي سبيلا. ولذا توجه لهم السؤال، هل معبوداتكم هذه تخلق كما أن الله يخلق؟ هذه الأصنام التي عبدتها قريش من اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها، هل تتمكن من خلق أدنى مخلوق في هذه الحياة؟ وهكذا أولئك الذين يتوجه لهم بالعبادة، سواء كانوا من الأحجار أو الأشجار أو الأبقار أو الأولياء أو غيرهم من المقبورين أو الأحياء، هل يخلقون شيئا حتى تتوجهون لهم بالدعاء وبالعبادة وبالخضوع والذل؟ إنما الله الخالق وحده، وحينئذ لا يقبل عقلا أن يجعل لله شركاء، وهؤلاء الذين جعلوا شركاء لم يخلقوا أي كائن في الأرض. ولذلك فأنتم يا أيها الذين ساويتم بالله غيره تماثلون الأعمى الذي لا يبصر،
وطريقتكم بمثابة الظلمات التي لا يشاهد ما فيها. ولذا قال: لو أنهم قد خلقوا شيئا فاشتبه خلق الله بخلق هؤلاء المعبودات لأمكن أن يعتذر لكم، ولكن هذه المعبودات لم تخلق شيئا، بل الله خالق كل شيء. وحينئذ نقر بأنه الواحد، فهو الواحد الذي لا شبيه له، وهو الواحد في خلق المخلوقات، وهو الواحد في تصريف الأمور، وهو الواحد في إعطاء النعم وصرف النقم، فهو الواحد النافع الضار. وبالتالي يجب أن يكون هو الواحد في العبادة والدعاء. ثم هو سبحانه القهار، فإنه يقهر غيره، فكل من رام شيئا من حق الله فإن الله جل وعلا قادر على أن ينزل به أنواع العقوبات، فهو يقهر أعداءه ويذلهم ويجعلهم يخضعون لسلطانه. ومن تكبر وتجبر على عباد الله فإن الله يرسل له من يهينه ومن يعرفه قيمته. فهل منع هؤلاء المتكبرون المتعاظمون عن أنفسهم الأمراض؟ وهل تمكنوا من منع ملك الموت من قبض أرواحهم؟ وهل تمكنوا من أن يصرفوا أقدار الله العظيمة التي يقدرها على الكون؟ لم يستطيعوا من ذلك شيئا. قد ينزل بهم الأمطار التي تغرقهم كما كان من شأن قوم نوح، وقد ينزل بهم الصيحة التي تهلكهم في لحظة، وقد يجعل الأرض ترجف زلزالا من تحت أقدامهم فيقلب الله أحوالهم في لحظات. ضرب الله جل وعلا مثلا عظيما فيما يتعلق بهذا الوحي الذي نزل وبهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله على الناس هداية لهم بالأمطار التي ينزلها على الأرض من السماء فتسيل بها الأودية فينتفع الناس بها، مرة تكون سببا من أسباب توفر المياه عندهم ليشربوها ويسقوا بها بهائمهم، ولتكون من أسباب امتلاء الآبار بالمياه وجوف الأرض بها، وبالتالي يتمكنون من استخراج المياه بالآلات التي تخرج الماء فيزرعون وينتفعون. ومرة ينبت لهم هذا المطر الأرض لتكتسي الأرض خضرة، فيكون هذا من أسباب تنعم العباد. فهذا مثل عظيم يضربه الله جل وعلا للناس ليبين لهم قيمة هذا الكتاب. وكما أن الأمطار ينتفع بها أكثر الناس، إلا أنه قد يتضرر بها بعضهم نتيجة خطأ منه، فذاك الذي سبح في الوادي حال جريانه لا يأمنن على نفسه من الغرق، وذاك الذي بنى بيته في وسط الوادي لا يأمنن من السيل أن يأتي إليه فيفسد بيته ويهدمه عليه، وذاك الذي جعل أنعامه في وسط الوادي
ليتحمل نتيجة فعله حينما يأتي الماء فيسوق تلك الأنعام فيذهبها من أصحابها. قال تعالى واصفاً نفسه أنزل من السماء، يعني أنه جعل الماء يتحدر من السحاب إلى الأرض، وأراد بالسماء هنا العلو، فأنزل من السماء أي من السحاب ماءً أي ماء الأمطار، فسالت أودية. الوادي منفرج بين جبلين وبين سهلين يسير فيه الماء، واستعمل لفظة الوادي هنا وأراد أن الماء يسيل في الوادي، فاستعمل محل الماء وأراد به ذات الماء، فقال سالت أودية بقدرها، يعني أن الأودية منها الصغير ومنها الكبير، فكل واد يسير بقدره، فيكون فيه من المياه ما يكون على قدر حجمه. فكما أن الخير النازل بالوحي تأخذه القلوب، فمنهم من يعلم العلم الكثير من هذا الوحي، ومنهم من يقل علمه، ومنهم من لا يصل إليه من هذا الوحي شيء. قال فاحتمل السيل زبدا رابيا، أي أن السيل والمياه التي تسيل في الوادي تسيل بكمية كبيرة لدرجة أنها تجرف ما يكون في طريقها وتأخذه معها، فيكون بمثابة الزبد، وهو الرغوة التي تكون في أعلى الألبان ونحوها، فيكون على مجرى الوادي زبد ورغوة تماثل رغوة اللبن، ويكون رابياً أي عالياً زائداً عن مستوى السيل. ومما يوقدون عليه في النار، أي أن هذا السيل يأخذ معه أنواع الأخشاب التي يمكن أن يوقدون عليها في النار. لماذا استعمل النار هنا؟ ليبين أن هذه المواد التي جرفها السيل لو كانت في النار لاحترقت النار بها، فانظر كيف جعل الله عز وجل مادة النار التي الماء مضاد لها يجري بها الماء ويسير بها. ولذا قال ومما يوقدون عليه في النار، أي أن ما يتم إحراق النار به يجري به السيل ويأخذه. والنار يحرقونها ويستعملونها لعدد من المنافع، لدرجة أن هذه النار قد تكون على درجة عالية من الحرارة حتى أنه يصهر بها الحديد والحلي من ذهب وفضة. فهذه الأخشاب والأشجار التي يوقدون عليها في النار ابتغاء الحلية وما يلبس من ذهب وفضة أو متاع، كله يكون زبداً على أعلى مياه الوادي يجرفها الوادي، يكون كله زبداً يماثل بقية الزبد الذي يكون على المياه. فهذا مثل عظيم ضربه الله جل وعلا ليبين أن الناس يتفاوتون في
انتفاعهم بالوحي النازل من عند الله جل وعلا، كما أنهم يتفاوتون في كما أن الأودية تتفاوت في مقدار الماء الذي يجري فيها. قال تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل. فالماء الذي ينتفع الناس به بمثابة الحق يكون سبباً من أسباب الخير كما هو شأن هذا الوحي النازل. وأما الزبد الذي يذهب جفاء ولا يكون له أثر فهو بمثابة الباطل الذي لا يعود على صاحبه بنفع، والذي لا يكون له بقاء ولا نجاح ولا عاقبة حميدة. ولذا قال: فأما الزبد وهو ما يكون على الماء من رغوة عظيمة كبيرة فإنه يذهب جفاء، يأتي الهواء فيقضي على هذا الزبد ويقوم بإزالة الفقاعات التي تكون على الماء كأن لم تكن. وأما ما ينفع الناس وما يستفيدون منه من مثل مياه هذه الأودية فإنه يمكث في الأرض. وهكذا المواد التي ينتفعون بها في إحراق ما يريدون إحراقه فإنها تبقى ويتمكنون من الانتفاع بها، كما أن الحق يبقى وتكون العاقبة الحميدة لأصحابه. ولذا بين الله جل وعلا أنه يضرب الأمثال التي تقرب المعاني البعيدة وتسهل للناس فهم ما هم عليه، كما ضرب الله جل وعلا في هذه الآيات عدداً من الأمثلة مما يقرب فهم هذه المسائل وفهم مسؤولي وفهم مسألة وجوب إفراد الله بالعبادة. ثم بين العاقبة الناتجة عن الاستجابة لهذا الوحي النازل والعاقبة لمن لم يستجب، فقال جل وعلا: للذين استجابوا لربهم الحسنى. فمن امتثل أمر الله وأطاع أوامره وسار على شرعه كانت له عاقبة الحسنى، فينعم في دنياه برضاه عن الله وبطمأنينته في الدنيا، وكذلك ينعم في الآخرة بالنعيم الدائم بجنان الخلد. ويقابل هؤلاء أولئك الذين لم يستجيبوا لله فإنهم لا يفوزون دنيا ولا ينجون من عذاب الله في الآخرة، بل إنهم لو قدر لهم ملك الدنيا من أول ما فيها من خير ونعيم ومال وملكوا مثلها فإنهم لن يستطيعوا أن يقدموه فداء لأنفسهم ليسلموا من نار جهنم، بل لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لحاولوا أن يقدموه فدية عن أنفسهم لينجوا من عذاب الله جل وعلا، فيكون لهم سوء الحساب، حيث يناقشون المناقشة الشديدة عن كل أعمالهم في الدنيا وعن كل ما أقدموا عليه نقاش حساب وتشديد، ليكون هذا أول ما يشعرون به من أنواع العذاب والمهانة. ثم قال: ومأواهم
أي أن آخر أمرهم الذي يأوون إليه ويصيرون إليه نار جهنم، النار المحرقة التي لا يجدون فيها نعيما، وإنما يجدون فيها أنواع العذاب وبئس المهاد، أي بئس المصير الذي مهدوه لأنفسهم بعدم استجابتهم لأمر الله جل وعلا. ثم قال تعالى: هذا الوحي الذي ذكرناه وذكرنا مثاله، الناس فيه على صنفين: منهم من يعلم أن هذا الوحي حق من عند الله عز وجل، وأن هذا الكتاب كتاب فيه نجاة الخلق، فمن ثم يكون بمثابة البصير. وهناك صنف آخر لا يوقنون بما في هذا الكتاب ولا يعلمون ما فيه، ويتشككون في نسبته إلى الله، فيكون بمثابة الأعمى الذي لا يبصر شيئا. وحينئذ بيّن الله عز وجل أن الحجج تكون أمام الناس، فمنهم من يعمل ذهنه فيها فيهتدي، ومنهم من لا يلقي لها بالا فيكون بمثابة الأعمى لا يبصر الطريق أمامه، أو بمثابة من في الظلمات، فإن الطريق أمامه والهدف بين يديه، ولكنه أغلق على نفسه النور الذي يستضيء به، أو أغلق عينيه ليكون بمثابة الأعمى، ومن ثم لم تنفعه هذه الآيات البينات. ولذا بيّن أن الاهتداء بهذه الحجج إنما يكون لأصحاب العقول الذين يميزون أنواع الأدلة ويفرقون بين الحق والباطل، إنما يتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول. ثم ذكر من صفات أصحاب العقول أنهم يوفون بعهد الله، والوفاء بعهد الله الإتيان بمقتضى العهود والمواثيق التي أوجب الله عز وجل على الإنسان الوفاء بها، سواء كان ذلك العقد الذي عقده الله على بني آدم حينما أخرجهم من ظهر أبيهم آدم فأخذ عليهم العهد والميثاق، أو ما جعله الله جل وعلا على الناس في عقولهم من وجوب أن يلتزموا بالحق وأن يسيروا على طريقه. وهكذا من صفتهم أنهم لا ينقضون المواثيق، فما يعقدونه من العقود والعهود، سواء كانت عقودا تجارية أو عقودا زواج أو عقودا بينهم وبين الله، كما في عهودهم ونذورهم ووصاياهم وأوقافهم، فإنهم يفون بها ولا ينقضون الميثاق. ومن صفتهم أنهم يخافون، ومن صفتهم أنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فيصلون الأرحام ويبرون الوالدين ويوصلون الصدقات للفقراء ويوصلون النفع بمن يحتاج إلى نفع، ولا يقطعون أرحامهم. وكذلك هم يخشون ربهم، والخشية تتضمن معنيين: الأول العلم، والثاني الخوف. فهم يعرفون من صفات الله جل وعلا ما يجعلهم يخافون منه سبحانه وتعالى
ومن ثم يبتعدون عن معصيته ويقدمون على طاعته، ومن شأنهم أنهم يجعلون الآخرة بين أعينهم، فقبل أن يقدموا على قول أو فعل يفكرون في عواقبه ويتأملون في آثاره وينظرون هل ذلك الفعل أو تلك المقالة تنفعهم يوم القيامة أو أنهم يتضررون بها، ولذلك فهم يعملون استعداداً للدار الآخرة، ومن هنا فهم يخافون سوء الحساب، فإن الله قد ذكر عن الذين لم يستجيبوا أن لهم سوء الحساب كما في الآيات قبلها، ولهذا فهؤلاء يخافون أن يكون لهم من المصير مثل ما كان لأولئك، وكان من شأنهم أنهم يصبرون، فيصبرون على فعل ما أمر الله به، ويصبرون على ترك ما نهى الله عنه، ويصبرون على ما يقدره الله من المصائب الدنيوية، ويصبرون أيضاً على أذى الخلق، وصبرهم هذا ليس لمجاملة أحد من الناس ولا عجزاً منهم، وإنما صبرهم هذا طلباً للثواب من عند الله جل وعلا، فهم يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى، ومن شأنهم أنهم أقاموا الصلاة أي أتوا بأركانها وشروطها وواجباتها فأدوها في أوقاتها ليكون ذلك موافقاً لما أمرهم الله به، وكذلك كان من شأنهم أنهم بذلوا النفقات في سبيل الله جل وعلا مما رزقهم الله، فأعطوا مما أعطاهم الله سراً لا يطلع عليه أحد، وعلانيةً في بعض نفقاتهم يشاهدها الآخرون، وهذه النفقات منها الزكاة الواجبة، ومنها ما أنفقوا به على أنفسهم وعلى قراباتهم، ومنها ما قاموا به في سد الحاجات العامة، وذلك من مثل بناء المساجد والمستشفيات ودور المنافع العامة والطرقات ونحو ذلك مما ينتفع منه الآخرون، فأنفقوا مما رزقهم الله. وبين هنا أن هذه النفقة التي أخرجوها إنما هي جزء مما أعطاهم الله جل وعلا، والنفقة قيل لها هذا الاسم لأن النفق في الأصل ما يكون له مدخل ومخرج ويكون وسطه خفيا، ولذا قيل عن جحر الجربوع نافقا لأن له فتحتين يدخل من إحداهما ويجعل الأخرى ملجأً يلجأ إليه عندما يأتيه ما يخافه، فهكذا هذه النفقة لها مصدر جاءت منه ثم قام صاحبها بإخراجها في وجهها الثاني لمن يكون أهلاً لها، ولذا سميت النفقة بهذا الاسم. ثم قال في وصفهم يدرؤون بالحسنة السيئة، السيئة أي ما يسوء الإنسان ويتكدر له وجهه ويسوء من الأفعال غير المرضية، وهذه السيئة قد تكون من الإنسان نفسه بحيث أنه كلما فعل سيئات أتبعها بحسنات
فمحى الله السيئات بالحسنات، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وكذلك من شأنهم أن من أساء إليهم يحسنون إليه، فقوله يدرؤون أي يقابلون ويجتنبون إساءة غيرهم إليهم بأن يحسنوا إليهم، فهم يقابلون إساءة الآخرين بإحسانهم. فمن قطعهم من القرابة وصلوه، ومن حرمهم من حقوقهم سعوا في إعطائه حقوقه، ومن خانهم لم يخونوه، ومن غدر بهم وفوا معه لله جل وعلا. قال تعالى في بيان مصيرهم: أولئك لهم عقبى الدار، أي ستكون لهم النهاية السعيدة والعاقبة الحميدة في الدار الدائمة، دار النعيم المقيم، ألا وهي جنات عدن. وجنات فيها أنواع الأشجار العظيمة التي يلتف بعضها ببعض فيستر ما وراءها وما تحتها، وهي جنات عدن، أي مقر إقامة دائمة لا انقطاع لثوابها ونعيمها. قال: لا يدخلونها وحدهم، وإنما يدخلونها ويدخل معهم الصالحون من قراباتهم ليسعدوا بلقياهم وليتذكروا حوادثهم الدنيوية وما وقع بينهم في الدنيا. فقال: يدخلونها ومن صلح من آبائهم، ويدخل في هذا الآباء والأجداد ومن علا منهم، وهكذا يدخل معهم الصالحون من أزواجهم، فتدخل الزوجات وترتفع درجة الزوجات بارتفاع درجة زوجها، وهكذا يدخل الذرية مع آبائهم لينعموا بالاجتماع في جنات عدن. والملائكة الذين هم عباد لله لا يعصون الله ما أمرهم يدخلون عليهم في كل وقت، يبشرونهم بالخير ويذكرونهم بما أعد لهم من النعيم، ويلقون عليهم التحية والسلام، ويتلقون منهم ما يطلبونه وما يرغبون فيه، فيكون ذلك من أنواع النعيم التي يتنعمون بها في تلك الدار، فهم يسلمون عليهم ويثنون عليهم ويقولون: أنتم أصحاب العمل الصالح، أنتم الذين صبرتم في الدنيا فأقدمتم على طاعة الله وأمسكتم أنفسكم عن أن تعصوا ربكم، ولم تجزعوا ولم تتسخطوا مما أنزله الله عليكم من الأقدار، وكان شأنكم أن تصبروا على أذية الخلق حينما بلغتموهم دعوة الحق، فما كان منهم إلا أن استهزأوا بكم وحاولوا أن يصدوكم وحاولوا أن يبعدوا الخلق عن الاستجابة لكم، وكان من شأنهم أن يحاولوا إيصال أنواع الأذى بكم، فصبرتم على ذلك كله، وحينئذ يثنى عليكم في ذلك اليوم العظيم، تثني الملائكة على هؤلاء، تلقي لهم التحية والسلام، فدار السلام الجنان خالية من كل ما يكدر الخاطر، فلا مصائب فيها ولا أمراض ولا أعداء ولا أي نوع من أنواع الأذى، فكانت تلك البشارة بسلام أهل الجنة
من الملائكة مما يدخل في النفوس هناءة وسلامة وسعادة بتلك الدار، فنعم عقبى الدار. نعم، والله هي الدار العظيمة المنعم أهلها الذين لا يتطرق إليهم الشقاء أبداً، يسلمون من الموت، يسلمون من المرض، يسلمون من النوم، نعيم دائم متجدد لا يسخطونه ولا يملون منه. وفي مقابل هؤلاء فريق آخر ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. لما ذكر الله مصير أهل الجنة وصفاتهم التي عملوها في الدنيا، ذكر من يقابلهم من أهل النار الذين لم يقوموا بعبودية الله، فلم يستجيبوا لدعوة الأنبياء، ولم يمتثلوا لأمر الله، ولم يوحدوا الله في العبادة، ولم يصرفوا عبادة الدعاء لله وحده، فهؤلاء نقضوا عهد الله. فإن الله قد أخذ الميثاق على بني آدم بأن يوحدوا وأن يقوموا بعبادته جل وعلا، فكان من شأنهم أن لم يستجيبوا لهذا الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على بني آدم حينما قال لهم ألست بربكم، وكان من شأنهم أن نقضوا ذلك العهد والميثاق الذي أخذه الله على بني آدم. وهكذا نقضوا العهد والميثاق الذي جعله الله عندهم من وجوب الاستجابة للحق والانقياد له وعدم التكبر عليه، ونقضوا الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم بأن لا يستجيبوا لعدوهم الشيطان الذي يريد أن يصدهم عن الهدى وأن يدخلهم في طرق الضلالة والردى. وهكذا كان من شأنهم أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فلم يصلوا الرحم ولم يوصلوا الصدقات لأهلها، وليس من شأنهم إيصال المعروف لمن يكون من أهله، وهكذا قطعوا ما أمر الله به من وصل العبادة لله والاستمرار فيها، وكان من شأنهم أن يقطعوا الصلة مع الخلق بالخلق السيء الفاسد وعدم التخلق بالأخلاق الفاضلة، وقطعوا صلة التواصل مع الناس باختيار المنطق السيء والكلام الفاحش، فكان ذلك من أسباب دخولهم لنار جهنم. ومن شأنهم أنهم يفسدون في الأرض، والإفساد في الأرض على أنواع، فالإفساد في الأرض الظلم على هذه الأرض، فمن ذلك الإفساد بالشرك بصرف العبادة لغير الله، فهذا أعظم أنواع الفساد، وهو الموجب لأنواع العقوبات الدنيوية والأخروية. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواع الفساد في الأرض أخذ حقوق العباد وأكل أموالهم بالباطل، ومن أنواع الفساد في الأرض أيضا الذهاب إلى المعاصي إظهارا لها وإبرازا للذنوب التي يترتب عليها نزول العقوبات الدنيوية، فكان ذلك إفسادا في الأرض. قال تعالى:
الذين اتصفوا بهذه الصفات لهم اللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد من الخير والهدى والرحمة الإلهية دنيا وآخرة، ولهم سوء الدار، أي سيكون لهم وحدهم الدار السيئة العظيمة السوء، وهي نار جهنم أعاذني الله عز وجل وإياكم منها. فهذا بعض معاني هذه الآيات، ولعلنا أن نرجئ الكلام عن أحكامها وما يستفاد من فوائدها ليوم آخر بإذن الله جل وعلا. وفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من أهل هذه الصفات العظيمة التي يكون أهلها من أهل الجنان، كما أسأله جل وعلا أن يلهمكم التمسك بوحيه والسير على مقتضى كتابه، وأن يجعلكم ممن يبصر الطريق فيهتدي، ويكون هذا من أسباب نجاته في دنياه وأخراه. جعلكم الله من الموفين بعهودهم، القائمين بمواثيقهم، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. زرع الله تقواه وخشيته ومخافته في قلوبكم، وجعلكم الله ممن ينوي الآخرة بأقواله وأفعاله، كما نسأله جل وعلا أن يعيننا جميعا على إقامة الصلاة والإنفاق مما رزقنا ربنا سرا وعلانية، ومكننا الله من مقابلة سيئات الآخرين بالإحسان إليهم، وجعلنا الله نتبع أخطاءنا وسيئاتنا الأعمال الحسنة الجليلة، ليكون ذلك من أسباب إزالتها ومحوها، كما أسأل الله جل وعلا لعموم المسلمين التوفيق لكل خير وسعادة الدنيا والآخرة والبركة في المال والولد والبدن والوقت وسائر أحوالهم وأمورهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.